نتوقف عند نقطة استكمالا للحوار اللي هي نقطة الاحتقان. انت قدرت توصل للامن ان في احتقان بين اقطاب او قطبي الكرة المصرية وان الامر ده يستدعي تأجيل المباراة. طيب لما انت وصلت لمشكلة التأجيل وهي الاحتقان، طب ما وصلتش لسبب الاحتقان؟ ما وصلتش ان عندنا متغيرات كتير جدا على مدار السنوات الاخيرة اخر 10 او 15 سنة وفي ثابت واحد؟ بالمناسبة مباراة القمة اتأجلت قبل كده سنة 2005 وبرضه كانت لدواعي أمنية، وحصل الموقف ده تحت في عهد الكابتن حسن حمدي وفي عهد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. الأمر بيتكرر 2019. يجوز الاحتقان سوى كابتن محمود الخطيب، برغم أن كابتن محمود الخطيب ما فيش أي تصريح ليه ممكن يثير غضب الجانب الزمالكاوي أو حتى تعرض للمنافس بأي شكل. طيب ده كابتن محمود الخطيب. طب الباشمهندس محمود طاهر كان برضه بيصير او بيؤدي الى الاحتقان؟ ما حصلش. كابتن حسن حمدي بيؤدي الاحتقان؟ ما حصلش. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وتصريحاته اللي ممكن تستفز الجانب الاخر. طيب بالنسبه للعبد العزيز عبد الشافي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، بالنسبه للكابتن علاء عبد الصادق، الناس دي كلها تعرضت لحملات ممنهجه وسب وتطاول على مرأة ومسمع من الجميع. يجوز الاعلام هو سبب المشكله؟ يجوز كابتن احمد شوبير ولا الكابتن هاني حتحوت ولا الكابتن ابراهيم فايق؟ كل الاقطاب دي او كل المتغيرات دي لها ازمه ولها مشاكل وتعرضت للسب والتطاول، ده غير طبعا اللي بيحصل في قناه النادي الاهلي. كل المتغيرات دي ما لفتتش انتباهك هو ايه سبب الاحتقان؟ طيب انت بنفسك لما تطلع تؤكد ورئيس لجنه الانضباط يؤكد ان اي حد هيتجاوز في المنظومه كلها يتعاقب، ولما تسمع بنفسك اهانه رئيس لجنه المسابقات وما تتخذش اي اجراء، هل انك لما ما تعاقبش المخطئ انت كده ما بتعملش احتقان؟ لا، انت كده بتعمل احتقان. والحل مش في انك تأجل المباراه، الحل انك تحط لوائح وتحط معايير يتم عليها عقاب المخطئ، ونرجع تاني تبقى المنافسه زي ما قال الكابتن محمود الخطيب في الملاعب. ما ينفعش ابدا الرياضه تنتقل من ساحات الملاعب لساحات المحاكم. لا ينفع حد يقودنا لكده ولا يجبرنا على كده. فالحل اذا كنت عايز تأدي لمسابقه محترفه ومحترمه لازم يكون في عقاب، ولازم يكون الرياضه تنافس شريف وليس نزاع في المحاكم. اعتقد موضوع لازم يكون امام كل الجهات المسؤوله، عشان فعلا احنا عايزين الرياضه للرياضه وعايزين نتكلم كوره وعايزين المباريات والمسابقات تنتظم. ولا انت شايف ايه يا فارس؟